ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وقبل ما ننتقل لكاتيا حطر بفقرة الأخبار العالمية الرياضية رح نوجه تحية لكل الأشخاص اللي عم بيبعثوا لنا على الفيسبوك على صفحة القناة الرياضية. فهلا نروح لكاتيا ويسعد صباحك. صباح الورد، صباح الخير. صباح الورد يا كاتيا، شو الجمال انت. صباح الفل لك، واليوم اخبار يعني نارية على النار. بالضبط، خلينا نبلش باول خبر، كريستيانو يلا. اللي استفز كثير من الناس. صحيح، أفادت تقارير رياضية برغبة المسؤولين في يوفنتوس الإيطالي في استغلال شعور لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا بعدم شعوره بالراحة مع الشياطين الحمر، وذلك لتقديم صفقة تبادلية بين اللاعب الفرنسي وكريستيانو رونالدو. وقال كبير الكتاب الرياضيين ديلاني في تصريحات أتلى بها خلال أحد البرامج: ليس هذا مستحيلا، وكانت وجهة النظر القائلة أن يوفنتوس يحاول في النهاية الاستفادة من كريستيانو رونالدو، لا سيما مع تقدمه في السن. يعني هذا الخبر استفز كثير من الناس. صحيح، انا بقول لك ليش الاستفزاز، لانه هلا كريستيانو طول عمره بحب انه تكون مسيرته الكرويه ختامها يكون مع المان يونايتد. بالضبط، لكن مش بهاي الطريقه اللي هي والله بدي ابدلك، يعني بالزبط. طريقه الاستبدال هاي مستفزه جدا، ومع بوجبا، يعني مش بشخص مثلا مثل اسطوري بنحكي عنه مثله، مثل ميسي مثل. وايضا قصه الاستبدال مش حلو انه احنا نحكي عنك انت كبرتي بدنا نستبدلك. فمن هذا المنطلق محبين كريستيانو كان في عندهم يعني رده فعل كثير، خلينا نحكي مش جميله. وايضا هلا احنا كمان اذا بدنا نحكي عن ميسي فمتوقع انه كومان يعمل فيه هيك، يروح يبدله، بس مين الله اعلم. الجمهور الانجليزي عموما مبسوط جدا في حال انه تمت الصفقه، لكن كريستيانو بنرجع بنحكي بده يختم مسيرته الكرويه بالمان يونايتد، لكن مش بهاي الطريقه. بالضبط، حرام هيك يصير. اوكي، هلا نحكي عن الخبر الثاني. يلا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس القائمة المختصرة لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020، ووفقاً للحساب الرسمي لفيفا عبر تويتر، فقد شهدت القائمة تواجد كل من الألماني هانس فليك مدرب بايرن ميونخ ويورغن كلوب ومارسيليو مدرب ليدز يونايتد، وتم استبدال الثنائي الفرنسي زين الدين زيدان والإسباني جولين مدرب إشبيليا. يعني كل مرة قاعدين عم نشوف أسامي عم بيستبدلوهم، بس هلا رسينا على ثلاث مدربين واستبعاد زيدان. هلا ما عم بيقدم شيء مميز. بالضبط، التقديم الجميل لنادي مش بالمستوى كمان اللي يطمحوا له محبين النادي الملكي، لكن يعني بتعرفي رمادي كثير عم بيقدموا شيء مرتب. صحيح يعني. صحيح، بالضبط. هلا نحكي عن شقيقة كريستيانو رونالدو، شو عملت؟ يلا، أشعلت شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصراع الأزلي بين شقيقها والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصورة نشرتها استفزت جمهور قائد برشلونة. وأظهرت الصورة رونالدو واقفا محتفلا بالانتصار، بينما يجلس ميسي راكعا عند قدميه في إشارة لانتصار رونالدو الكبير على ميسي وبرشلونة بنتيجة 3-0. وكتبت معلقة على الصورة: ملكي الأفضل على الإطلاق، أنت أعظم فخر في حياتي. وبرده هاي الصورة يعني قلبت الدنيا. يعني أخت كريستيانو مش أول مرة تعمل هيك، بس كمان في إلها إنه أوكي عبري بس ألمة طبعا. بعيدا عن هاي الصورة أمشي علق عليها، لكن بدي أحكي مثلا عن إصابة كريستيانو بكورونا، كان في لها تعليقات كمان غريبة عجيبة، وأثارت الرأي العام بأنه كفى كذبا أو شيء للعالم كلياته. فدائما عندها هاي النزعة اللي هي بتحب أنها تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بشغلات جدلية، بتبالغ بالتعبير. صحيح. أوكي، هلأ نحكي عن آخر التوقعات لدور الأبطال. يلا، تتجه الأنظار يوم الاثنين المقبل إلى قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تنتظر الفرق الستاش معرفة هوية منافسيها. بالنسبة لبرشلونة فإن فرصة تجنب ملاقاة الكبار في ثمن النهائي تبدو شبه معدومة، وهناك إمكانية لوقوعه في مواجهة أمام ليفربول. وفي ظل الأوضاع الحالية لكلا الفريقين لا تبدو فرصة برشلونة قوية في تخطي ليفربول، لكن مواجهة ليفربول تبدو أفضل بكثير على الورق من إمكانية مقابلة بايرن ميونخ. وهناك فريقان آخران لا يبدو برشلونة متحمسا لمواجهة أي منهما. الأول هو باريس سان جيرمان الذي يقدم مستويات ممتازة، والثاني هو مانشستر سيتي، وفي وقت قد يشكل فيه تشيلسي خطرا أقل من الفرق الأربعة السابقة، يأمل جمهور برشلونة في مواجهة بروسيا دورتموند الذي لن يكون سهلا أيضا.
أيضا. من الناحية الثانية يبدو أتلتيكو مدريد في موقف جيد رغم حلوله في المستوى الثاني بالقرعة بعد أداء مميز لفريقه هذا الموسم، وهو الذي سيتجنب ملاقاة بايرن ميونخ بعدما لعب أمامه بدور المجموعات. أتلتيكو جاهز لملاقاة أي فريق كان، خصوصا بعدما أقصى ليفربول الموسم الماضي من ثمن النهائي. شو بتتوقعي؟ ما من برشلونة رح يلعب؟ يعني لا من هون منيح ولا ما في خطوط اكيد لبرشلونه، ما في. يعني انت بتحكي عن ليفربول مثلا، بتحكي عن المان سيتي، يعني بيبي غوارديولا وبقيمته وحافظهم حفظ، بس كمان اذا فاز على واحد منهم حيروح للبايرن. يعني قصه طويله عريضه. ما هو اغلب التوقعات فعليا النهائي بتوقع، لو تساعدني، لو اي بتركيا حيكون باسطنبول، بوشكاش. فيعني ممكن انه يكون النهائي هناك او هو النهائي هناك، لكن حظوظ برشلونه طبعا، محبين برشلونه عارفين انه يلا سلام، يعني صح. ما فيش حظوظ ابدا. صح، يعني بنحاول نتمنى لهم التوفيق. طبعا هي الخلافات بالنادي مسيطره على المنظومه كامله. صح. والكل بيعرف هذا. صح. الحديث خاصه مع الاداره المؤقته. بالزبط. حاله اقصائيه لميسي، كومان وتدخلاته، انتخابات رئاسه، جمهور بيطالب بالنجاحات اللي هلا ابدا كلها تحولت لفشل، وفشل كبير جدا خاصه يعني امام اليوفي يعني وامام البايرن. بديش اكمل خلص. ما في استقرار. ما في استقرار ابدا. كل شكر لك يا كاسيا. شكرا لكم وجود لك فقراتك الباقيه. شكرا قلبي. مشاهدينا الكرام، رح نترككم هلأ مع نجمة القناة الرياضية ميسون وتكمل فقرات صباح الرياضية، ونشوفكم أكيد يوم الأربعاء الجاي. تضلوا بخير. ننتقل، وكل شكر لإلك عيد دائما منور. ننتقل لنادي نابولي، النادي اللي مر منه طبعا الراحل مارادونا. نشوفه سوا.